يوم غضب على خلفية هيئة قطاعية انعقدت الأسبوع اللي فات بعد وفاة زميلتنا هبة الجزاني. احنا طلبنا فتح تحقيق قضائي وفتح تحقيق إداري. اليوم 21 يوم، اليوم لما نرى أي شيء، اليوم هناك فعلنا الصمت، هناك معناتها زملائنا في حالة احتقان، وإحنا يلزمنا نعرف الحقيقة. كذلك عنا عديد المشاريع المعطلة، وعنا الجهة تعاني ككل ما مشاكل جمع، طالبين وزارة الصحة التصغي الأعوان في مستشفى ابن الجزار. المعاناة راهي كبيرة برشا. القرار وما يزمش يكون أحدي الجانب، القرار يزم يكون معناتها الناس كل تشارك فيه. احنا نحترم تسميتك سيد الوزير وعرسوا علينا، لكن احنا مسير جيبنا أقوى مدير في الجمهورية التونسية. احنا ضد الفساد، ضد الفوضى، ضد الانفلات، احنا مع العمل، مع الجدية، مع الانضباط. لكن انك يلزمك تخاطبني بلغة معناتها أني نتعامل أنا وياك. وقت اللي فما مشكل لازم الناس كل تحلوا مع بعضه. إذا الواحد ينفرد بالقرار هاني المآلو في الأخر، هاني زميلتنا توفيت وهاني الحالة اللي عايشينها. كذلك فهمني عديد المشاريع اللي مازالت معطلة إلى حد الآن، فنحن مازلنا مصعدين، مازلنا نستناو في قرار الوزارة أنه يلزم معنا تصغي للناس هذه اللي تتكلم. راهو احنا طالبين يلزم نعرفه التحقيق ونوصل، ونحب كل واحد يتحمل المسؤولية، عنده ضلع في المشكلة لازم ينجزه. هنا ما زلنا مستنين في انتظار أن ما زلنا احنا مواصلين. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.